نقطة الخلاف مع إخواننا اللي موجودين الآن في مجلس النواب هي نقطة واحدة، محاولتهم أن هم يفرضون سطوتهم بشكل مباشر أو غير مباشر على الحركة الاحتجاجية، هذا ما لا نسمح به احنا حقيقة دكتور. فهاي نقطة الخلاف وياهم. هسه هو إذا كان نظرته مو أنه ما موزن الأمور بصورة صحيحة، يعني أنت تشوف ارجع لك احمد بس خلي لان هواي ثلاث نقاط، خلي جاوب استاذ سجاد على ان ينضم لنا استاذ حيدر بس بشكل معارضه وانا كذا دخل للعمليه السياسيه انه اختلفت كلها. هسه ذا عنده هو النظره مالته ما مكتمله، هو كان تقييم العمليه السياسيه مو تقييم صحيح. طيب هو أرجع كان لك أحمد ساذج في مشروعه.